زائي طلبة بريب وان، هنبتدي ليسون وان في السكند تيرم اللي هو ريبيتد مالتيبليكيشنز. انا عايز بس ابتدي الاول اقول ان المالتيبليكيشن هو ريبيتد اديشن. يعني لو انت بتضرب 2 في 3 يعني معناها انك بتجمع 2 تلات مرات، 2 زائد 2 زائد 2. احنا هناخد دلوقتي ريبيتد مالتيبليكيشنز. الريبيتد مالتيبليكيشنز ليها علاقه بالباور، الباور اللي هو الاكسبوننشال. يعني على سبيل المثال 3 to power 4، اللي هي دي 3 to power 4 معناها ايه؟ ريبيتد مالتيبليكيشن، يعني 3 تايمز 3 تايمز 3 تايمز 3 اربع مرات. بنحطها على صورة اكسبوننشال فورم يبقى 3 to power 4. على سبيل المثال تاني 2 to power 4 معناها 2 to power 3 معناها ايه؟ ان احنا بنضرب 2 في 2 في 2 تلات مرات. يعني احنا بنعمل repeated multiplication، يعني الاكسبوننشال فورم ده repeated multiplication. الاتنين بنسميها البيز، التلاتة بنسميها الباور اكسبوننت. هنا اللي فوق التلاتة دي في اللي فوق دي بنسميها البيس، الفور دي بنسميها الباور او الاكسبوننت. الاتنين هنا بنسميها البيس والتلاتة بنسميها الباور او الاكسبوننت. على سبيل المثال 2 over 3 2 power all 2 power 4 equal، بناخد النوميريتور لوحده 2 to power 4 والدينوميناتور لوحده يبقى 3 to power 4. 2 to power 4 معناه 2 to power 4 معناه ايه؟ 2 times 2 times 2 اربع مرات اللي هي هتبقى 16. 3 to power 4 اللي معناه ايه؟ 3 to 3 اربع مرات اللي هي هتبقى 81. 81 هيبقى النتيجة 16 over 81. 2 over 5 all 2 power 2. all 2 power 2 ممكن نقول 2 over 5 all 2 power 2 all squared، يعني في حالة لما يبقى الباور 2 ممكن نقول على squared. يبقى 2 to power 2 over 5 to power 2 2 to power 2 اللي هي 4 و 5 to power 2 اللي هي 25. 1 over 4 to power 3 equal 1 to power 3، او ممكن نقول 1 cubed، او over 4 to power 3، او ممكن نقول 4 cubed. يعني في حالة الثري لما تبقى مرفوعة للأس اللي هي الباور 3 ممكن نقول كيوب، وفي حالة 2 power 2 ممكن نقول سكويرد. يعني ممكن تقول 2 power 2 او سكويرد، ممكن تقول 2 power 3 او كيوبد. في اي حالة تانية زي مثلا 2 power 4 لا هي 2 power 4، 2 power 5 2 power 5. بس الحالتين بس اللي هي احنا ممكن نقول سكويرد او كيوب، لما تبقى اس 2 يبقى سكويرد، او اس 3 تبقى كيوبد. equal 1 over 2 power 3 و 4 to power 3. 1 over 1 over 1 equal 1. 4 times 4 times 4 equal 64. بالمناسبة 1 to power اي حاجة هي ال 1، يعني 1 to power 2 هي ال 1، 1 to power 3 هي ال 1، 1 to power 4 هي ال 1،
1 to power 5 هي ال 1 باور 1 تو باور اي حاجه هي ال 1 هناخد بعض الليمارك المهمه لو a b rational number يبقى a over b كله تو باور 0 equal 1 يعني اي حاجه تو باور 0 equal 1 1 تو باور 0 equal 1 2 to power 0 equal 1 3 to power 0 equal 1 1 over 2 to power 0 equal 1 اي حاجة to power 0 equal 1 على سبيل المثال 3 to power 0 1 2 over 5 to power 0 1 minus 3 over 7 to power 0 equal 1 الريمارك ده مهم. another remark لو عندنا اي نمبر a minus a اس m to power m equal a اس m if m is even لو كان m even يبقى الاشارة السالب دي كأنها مش موجودة. في حالة m odd يبقى اشارة السالب بنحطها ونجيب a اس m عادي. يعني في حالة الزوجي الماينس ملوش تأثير، في حالة الاود الفردي الماينس ليه تأثير وبيفضل زي ما هو. على سبيل المثال ماينس 2 تو باور 2 الماينس كأنها مش موجودة يبقى 2 تو باور 2 ايكوال 4 ماينس 3 over 5 to power 4 ده زوجي يبقى كأنها مش موجودة يبقى 3 to power 4 equal 81 على over 256 minus 1 over 2 all to power 3 بقت O ده هي فرد هي يبقى الماينس دي تأثير هيبقى الماينس زي ما هو يبقى 1 over 2 all to power 3 هتبقى minus 1 over 8 يعني الماينس بيفضل زي ما هو بيغير اشارة في حالة الفردي في حالة الزوي كأنه مش موجود وتجيب الباور عادي وفي حالة الفردي بتجيب الباور عادي بس بتحط في الاخر اشارة الماينس ساين. هناخد اكزامبل يقول لك find each of the following in the simplest form. المسألة الأولى 2 over 3 all to power 2 times 9 over 4. أول مسألة 2 over 3 يعني هناخد الـ numerator لوحده يبقى 2 أس 2 power 2 و 3 2 power 3 الدينومينيتور لوحده 2 power 2 over 3 to power 3 times 9 over 4 هتختصرها هتلاقي 2 to power 2 equal 4 3 to power 2 equal 9 times 9 over 4 التسعة هتروح مع التسعة والاربعة هتروح مع الاربعة يبقى equal 1 ممكن تعملها بالكالكوليتر بس كده اسهل. يعني المسألة التانية minus 5 over 4 times 2 over 5 all to power 4 minus 5 over 4 كأن الماينس مش موجود هيبقى 5 to power 2 تمام و 4 to power 2 تمام. If 2 power 2 equal 25 4 to power 2 equal 16 times 2 to power 4 equal 16 5 to power 4 equal 625 لو اختصرت الكلام ده هيطلع 1 over 25.
ده improper fraction لازم نحوله لبروبر فراكشن، هيبقى 3 تايمز 2 ايكوال 7، هيبقى 7 اوفر 2 تو باور 2 ديفايدد باي، دي برضو improper fraction نحولها لبروبر فراكشن، هيبقى ماينس 10 تايمز 2 20 بلس 1 يبقى 21. 7 تو باور 2 النوميريتور لوحده، و2 تو باور 2 الدينوميريتور لوحده، يعني الاكسبوننت الباور ده بيتوزع على النوميريتور لوحده والدينوميريتور لوحده، هتبقى 7 تو باور 2 اوفر 2 تو باور 2 تايمز ماينس 2 اوفر الديفايدد ده هيتحول طبعا زي احنا عارفين لضرب، وهنقلب الدينومينيتور فوق والنومينيتور تحت زي ما احنا عارفين طبعا، هنضربه هنختصرها تبقى ماينس 7 اوفر 6. اخر مسألة ماينس 2 اوفر 5 قول 2 باور 2، مدام 2 باور 2 يبقى 2 ايفن، كأننا مش شايفين الماينس دو على طول، هيبقى 2 باور 2 و 5 2 باور 2 تايمز ماينس ده ماينس، يبقى ليه هتأثر في ال في الاكسبوننت في الاكسبوننت، هيبقى هتبقى لازم نحط اشارات السالب، هيبقى 5 تو باور 3 اوفر 2 تو باور 3 وهيبقى اشارات السالب معانا، تايمز 1 اوفر 5 اول تو باور 0، احنا متفقين اي حاجه اس تو باور 0 ايكوال 1 هتختصرها هتبقى ماينس 5 اوفر 2. اخر اكزامبل بيقول لك اف اكس بيساوي ماينس 1 اوفر 2 وواي بتساوي ايكوال 1 اوفر 5 وزد بتساوي 4، فايند اكس بلس واي تو باور 3 تايمز زد تو باور 3. هي مساله تعويض سبستيتيوشن مباشره، هنعوض عن اكس بقيمتها ماينس 1 اوفر 2 بلس واي قيمتها 1 اوفر 4، لازم تفك ده الاول، حل ده الاول وبعدين ترفع للباور، تايمز زد اللي هو 4 تو باور 3، اتفقنا ان احنا لازم نخلص ده الاول، هيبقى ال ماينس 4 ديفايدد باي 2 2 2 تايمز 1 ب 2 يبقى ماينس 2 اوفر 4 بلس 4 اول تو باور 3 تايمز زد اللي هي 4 تو باور 3 ماينس 2 بلس 1 يبقى ماينس 1 اوفر 4 تو باور 3 تايمز 4 تو باور 3 ده هو اود 3 دي اود فردي، يبقى الماينس هيتحط هنا وتحط 1 تو اوفر 3 اوفر 4 تو اوفر 3 تايمز 4 تو اوفر 3 اوفر 3 4 اوفر 3 هتروح مع 4 اوفر 3 1 تو باور 3 اتفقنا 1 تو باور اني سينك هي ال1 هو الواحد، والاشاره الماينس تنزل زي ما هي اللي هي جايه من المساله الاصليه ماينس 1 اوفر 4، ما دام ده هو اود بيتحط هنا اشاره الماينس يبقى المساله ايكوال ماينس 1.